فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة كبيرة جدا حول تعاطي نجم كبير منشطات خلال الفترة الأخيرة، وبيعاني من الأزمة دي خلال آخر 8 شهور. وأكد أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية لي: في عندنا لاعب مهم ودولي عنده مشكلة كبيرة في المنشطات، ومشكلة كبيرة جدا، وأنا مش هقول اسمه بس يا رب وأتمنى يطلع منها على خير. اللاعب ده كان عنده قبل كده مشكلة في نفس الأمر، ربنا كرمه وما توقفش، وأتمنى من الله إن القصة دي تنتهي على خير لأنه لاعب مهم جدا. وكشفت مصادر صحفية عن إرسال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادي خطاب رسمي لنادي بيراميدز للتأكيد على إن رمضان صبحي عنده أزمة في نتيجة تحاليل العينة اللي خضع ليها بكشف المنشطات بعد أحد مباريات الفريق بدوري أبطال إفريقيا، وتم التأكيد إن نتيجة العينة دي فاسدة ومش إيجابية. وأكد التقارير إن اللي جه في خطاب النادي أكد إن اللاعب بريء من تعاطي المنشطات، وخلال الساعات اللي جاية هتظهر بعض الأمور الهامة في القصة دي، ومن بينها إذا كان في وجود لقرار بإيقاف اللاعب، وهل هيتقبله أو هيطلب إرسال عينته لأحد المعامل بالخارج وبالتحديد في برشلونة. المهم أنت قول لنا رأيك في الكومنتات، هل تفتكر رمضان صبحي بريء وإن العينة فعلا طلعت فاسدة، ولا رمضان صبحي بالفعل بيتعاطى المنشطات؟